بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة الدكتور رمضان شمية على اليوتيوب، في موضوع مهم جدا للنساء، يبقى هذا خاص جدا للبالغين والبالغات والمتزوجين والمتزوجات، الفتيات حتى محتاجاته، لأنه هذا الموضوع مهم جدا يتعلق في الجهاز التناسلي أو أحد الغدد المرتبطة بالجهاز التناسلي، ألا وهي غدة البروثيلين أو الغدة الدهليزية. يعني البروثيلين جلاند من أحد الخصائص المهمة للجهاز التناسلي الأنثوي ولإتمام عملية اللقاء الحميمي وترطيب المهبل إعطاءه اللزوجة ومنع الاحتكاك أو الجفاف اللي ممكن يؤدي إلى الألم. خلينا نشوف إيش اللي بده يصير عندنا الآن. الجهاز التناسلي الخارجي للأنثى أو للمرأة بصفة عامة، المظهر أو اللي بيظهر لنا أو بيظهر لها خارجيا هو الشفرين الصغيرة والكبرى والبظر. خلف الشفرين الصغيرات يوجد مخفي تحتها غدد صغيرة، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار، بقناة تفتح في بداية المهبل عند فتحة الفرج أو المهبل مباشرة، واحدة على اليمين واحدة على الشمال، حجمها بحجم حبة البسلة الصغيرة، يعني بقطر تقريبا نص سنتي، 5 ملي إلى 7 ملي. هذا الوضع الطبيعي تبعها، تكبر مع البلوغ، بتوصل في سن البلوغ إلى هذا الحجم الطبيعي. طالما أنه الحياة ماشي عادي، أمور نظيفة، ما فيش أي عدوى، وهي بتأدي وظيفتها على أكمل وجه، أهم وظيفة إلها هي إفراز سائل لزج مخاطي لترطيب المهبل وتسهيل عملية الإيلاج وتخفيف الاحتكاك بدون ما إحداث أي ألم، وتسهيل المتعة للأداء الحميمي بالنسبة للرجل والمرأة بهذا الوضع. طيب، هناك عادات سيئة ممكن تستخدمها الفتاة والمرأة تؤدي إلى التهاب أو انقفال أو انسداد لهذه الفتحات. الانسداد معناها الإفرازات المخاطية اللزجة اللي هي بتفرزها هذه الغدة ما خرجتش، حتتكون، حيزيد حجمها، ربما يكون هناك نوع من البكتيريا، إما من خلال نقل أمراض الجنسية زي السيلان وخلافه، أو من البكتيريا العادية زي الإي كولاي أو الإشريشيا كولاي اللي هي متواجدة أحياناً لقلة النظافة أو سلوك إهمالي من الفتاة أو المرأة في عملية عدم تنظيف المنطقة وعدم التجفيف بعد التنظيف، لأنه برضو بتولد فطريات زي الكانديدا وخلافه. لكن احنا بنتكلم الآن على موضوع البكتيريا اللي هي الإيكولاي أو الاستاف أو خلافه، اللي ممكن يعمل نوع من الالتهاب أو انقفال لمجرى هذه الغدة، يؤدي إلى تكون الكيس أو يتكون الدمل، يعني ممكن يكون هناك صديد أو يكون هناك كيس منتفخ، وتصير حجمها بحجم حبة الكرز أو أكبر شوية، وتصير عملية الجماع مؤلمة جدا، ويصير نوع من الالتهاب، يرفع درجة حرارة الجسم كله والمرأة، حتى المشي يصير مؤلم. بالتالي أغلب النساء بتروح للطبيبة النسائية، ممكن يتدخلوا جراحيا، وهو حقيقة احنا في الطب البديل بنقول هناك طرق أسهل جدا تعطينا نتائج أفضل من الطرق الجراحية اللي ممكن يكون نتائجها سيئة، زائد أنه ممكن الطبيب الجراح إما يعمل عملية تفريغ للأنبوب بس هتعاود ترجع لأنه ما سلكهاش مظبوط، أو عملية تسليك، أو الطرق الأحدث أنه صار بيقلب الغدة فبصير إفرازها خارجي، ما يتجمعش في داخل الأنبوب، أو ما يصيروش الأنبوب له دعوة في القفل، لأنه هنا الإفراز صار في داخل الجسم وما تعمل ليش المشاكل. طيب، إحنا في الطب البديل كيف بدنا نساوي؟ بنساوي أفضل شيء للمرأة، أول شيء علشان تظلها محافظة على البكتيريا النافعة اللي بتقضي على البكتيريا الضارة وعلى الفطريات اللي ممكن تحصل، دائما لما نتشطف ما تستخدمش الصابون الكيميائي، هذه رقم واحد. الماء العادي، الماء الجاري، ماء الصنبور هو أفضل شيء، لأنه إحنا عنا على سبيل المثال في الفم في لعاب بطهر المنطقة وبيحافظ على يعني
وسط لتعيش فيه البكتيريا النافعة. إذا البكتيريا النافعة نتيجة أكل السكريات والحلويات حولت الوسط إلى وجود أحماض عضوية أدت إلى نمو بكتيريا الضارة اللي هي بنسميها السوسة وأدت إلى تآكل السن، هذا وضع في الفم، فما بالك في عملية الفرج أو في المهبل. يجب أن يكون هناك أسيدوفيليك بكتيريا، البكتيريا هذه الفلورا اللي هي البكتيريا النافعة اللي بتقضيل على البكتيريا الضارة. فلما استخدم معقمات كيماوية زي الصابون أو خلافه ممكن تؤدي إلى قتل الاثنين، البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة، فبيصير سهولة الالتهابات وحدوث المشاكل والتقرحات المتعددة. طب وين الحل؟ أفضل شيء أنه إحنا دائما في الأمور اللي زي هذه حصلت عندك المشكلة، بتجيب مية بحر وبتغليها وبتشطف فيها وبتعمليها مغطس أو بتعملي غسول مهبلي بسرنجة أو بحقنة مهبلية، بتفرغي وبتطلع يعني غسول المهبلي ماء البحر، أو بنجيب الملح البحري الخشن بمعدل معلقة على لتر مية، معلقة كبيرة على لتر الماء، وبنغلي عشان التعقيم المية وبنذوبه ونقعد فيه. أيضا هناك زهرة الخزامي أو عشبة الخزامي اللي هي اللافندر، بإمكاني أحط معلقة كبيرة على 3/4 لتر، وبنفس الطريقة اللي استخدمها بإمكاني استخدم ربع كوب، يعني في قدر معلقتين على لتر الماء وليس 3/4 لتر الماء، اغليه واعمله مركز. اذا انا عايز اعمل غسول مهبلي بالسرنجة او بتفريغه في المهبل لشطف المنطقة كويس، او اعمله مغطس، باخذ اللتر هذا وبعود بحله بكمان لترين او ثلاثة بحيث انه يكون الجلسة مريحة انها تغطي هذه المنطقة، وبجلس فيها 3 دقائق إلى 5 دقائق 3 مرات في اليوم. في خلال 3 ايام بتروح هذه الالتهابات وبتكمش وبروح. طيب ايش نوع الغذاء اللي احنا، انا هلقيت ذكرت زهرة الخزامي او عشبة الخزامي وذكرت الملح البحري، وان افضل شيء لتعقيم المنطقة والقضاء على اي ميكروبات واعادة اللي هي الغدة الى حجمها الطبيعي، مع اخذ المضادات الحيوية الطبيعية. وين بأجدها؟ في الثوم المهروس، درس او درسين ثوم مع كوز لبن مع كاسة لبن، بخلطهم مع بعض، بسيبهم فترة علشان الثوم تغذي لي البروبيوتيك اللي موجود في اللبن ويزيد عدده، وأزود أنا بالتالي زودت المضادات الحيوية اللي أخذتها والمضاد الفطريات ومضاد الفيروسات اللي في الثوم، وزودت في نفس الوقت مين؟ البروبيوتيك المفيدة جدا لجسمي علشان أنقي جسمي من كل السموم. هذا كغذاء للفطور بالذات يكفيني مرة واحدة منه. بإمكاني أعمل مشروبات أخرى من شوشة الذرة والحلبة والكركم، أعمل خليط متساوي، وأيضا من الخزامة، كل هذه مفيدة جدا. وحتى لو حطيت قليل من مر البطارخ، مر البطارخ مفيد جدا لتنظيف الجسم من كثير من السموم كمضاد حيوي ومضاد لجميع انواع البكتيريا. بحطهم مع بخلط مقادير متساويه منها، باخذ معلقه من الخليط مع كاسه ميه مغليه بتشربيها صباحا مساء، بهذه الطريقه بتقضي على اي ميكروب متواجد وبترجع حجم الغده الى حجمها الطبيعي وافرازاتها طبيعيه، وبتسلك نفسها منها لحالها طول ما انت قضيتي على المسبب الرئيسي. اذا كان الامر زاد عن حده، نجيب المر البطارخ بنطحنه وبنحط معاه زيت لوز او اي زيت من الزيوت اللي هي بنستخدمها زي زيت السمسم او زيت الزيتون، وبنعمل دهون للمنطقة، بتلطف المنطقة وبتعمل انكماش إلها وبتخف فيها. هذه تقريبا الوصفات اللي احنا بنستخدمها لإرجاع حجم البروتلين جلاند او غدة البروتلين الى حجمها الطبيعي، والقضاء على الروائح الكريهة اللي بتكون صاحب لهذه المنطقة والإفرازات اللي صارت من المهبل ذات الرائحة الكريهة. مر البطارخ هو اللي بيقضي عليها بإذنه وتعالى، ومغطس الخزامي مع الملح البحري، والتغذية على عناصر غذائية بيكون فيها مضادات الأكسدة قوية، وذكرنا منهن الثومة مع اللبن وشوشة الذرة مع الكركم والحلبة، أيضا ممكن أحطها في الخلطة أطحنهن مع بعض، ممكن أضيف كمان رجل الحمام، ممكن أضيف الخزامي كأعشاب. كل هذه انتظرونا، كل ما ذكرته من أعشاب، مر بطارخ خزامي حلبة لافندر، كلها ححكيها على قناتنا الجديدة
قناة فوائد الأعشاب للدكتور رمضان شامية، فتابعونا، اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد، فعلوا الجرس. تحيات دكتور رمضان وفريق العمل معه، تقبلوا تحياتي، انشروا ما يصلكم بإذنه وتعالى.